مساء الخير. لبنان المتخبط بأزماته المتفاقمة، العاجز عن المعالجة الموضوعية والمنهجية والعلمية لها، بالرغم من الإجراءات المتعمدة من قبل الحكومة ومصرف لبنان، إلا أنها فاقمت الأزمات، فحقوق المودعين غير مصانة، والسوق يتجه نحو الدولار الشاملة، والليرة إلى تآكل مستمر في قدرتها الشرائية، والدولار سيد الموقف، والتضخم إلى تزايد مستمر، والرواتب تتجه نحو الانتفاخ والتورم ولكن بلا قوة شرائية، سوق موازي بلا موازين، ومنصة صيرفة تأكل الأخضر، والقطاع المصرفي الفاقد لثقة المودعين والمستثمرين ما زال في غرفة العناية الفائقة دون أي بصيص أمل في استعادة ثقة المودعين به، في غياب أي خطوة إصلاحية له تجدد حيويته وتصوب دوره الفعال في عملية النهوض الاقتصادي. ضيف هذه الحلقة من برنامج مال وأعمال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل. أهلا وسهلا فيك دكتور نسيب. مساء الخير وتحية لجميع مشاهدين تلفزيون الـ NBN. شكرا لك دكتور نسيب. القطاع المصرفي في لبنان أحرز تقدما في القدرات السابقة للأزمة نتيجة الأداء التنظيمي والرقابة الملائم والتنسيق بين مصرف لبنان وجمعية المصارف ولهيئة الرقابة على المصارف، وفجأة شهدنا انهيار للقطاع. كيف يمكن تفسير اليوم هذا الانهيار الذي سبقه الأداء والرقابة والتنسيق كما ذكرنا؟ القطاع المصرفي منه قاعد على جزيرة بمعزل عن ما يحدث بالاقتصاد اللبناني أولاً، فما يحدث بالاقتصاد اللي بيأثر على الاقتصاد اللبناني وبالتحديد على السئة بيأثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي. جذور الأزمة جوابا على سؤالك، يعني هي جزء منها بسيط تقني، بس الجزء الأكبر هو له علاقة بالسئة وفقدان السئة تدريجيا. وفقدان الثقة بيجي من إجا من سوء استخدام السلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام. وإذا منشوف مؤشرات البنك الدولي للحوكمة والإدارة الرشيدة، منشوف أنه 90% من حكومات العالم هي فعالة أكثر من الحكومات اللبنانية المتعاقبة. 85% من بلدان العالم بتطبق قوانينها أفضل ما لبنان بيطبق قوانينه. 81% من بلدان العالم عندها قوانين محفزة للقطاع الخاص أفضل من القوانين اللي موجودة بلبنان. 90% من بلدان العالم بتضبط الفساد أفضل مما نحن بنضبط الفساد. وأهم مؤشر بالنسبة لي 92% من بلدان العالم عندها استقرار سياسي أكثر من ما لبنان عنده استقرار سياسي. أيضا مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد فريزر للبحوث الكندي بيفرجوا أنه 70% من بلدان العالم عندهم قضاء مستقل أكثر من استقلالية القضاء بلبنان، ومعهد هيريتج فاونديشن بيفرجي انه 75% من بلدان العالم عندهم قضاء فعال اكثر من فعاليه القضاء اللبناني. فبدنا نبلش من هون، وهيدا اللي ادى تدريجيا الى فقدان الثقه، هيدا من ناحيه سوء استخدام السلطه السياسيه. مثل اخر، بين الأذار 2013 حين استقالت حكومة الرئيس مئاتي في ذلك الوقت، وأيلول 2021 وقت تشكلت الحكومة الحالية، في 8 سنوات ونص. هال8 سنوات ونص الحكومات المتعاقبة قدرت تشتغل بشكل طبيعي لفترة 2 سنين و8 أشهر، يعني أقل من ثلث هذه الفترة. ليش؟ 11 شهر لقدر الرئيس تمام سلام يشكل حكومة، 8 أشهر لقدر الرئيس سعد الحريري يشكل حكومة، 2.5 سنين شغول رئاسي أدى إلى شلل المؤسسات وتأجيل الإصلاحات وتراجع الثقة، 13 شهر لتشكيل الحكومة الحالية. يعني هيدا كله له ثمن، له ثمن على الثقة، وبالتالي له ثمن على وتيرة تدفق رؤوس الأموال والودائع إلى لبنان، أدى إلى ارتفاع الفوائد، أدى إلى تراجع تصنيف لبنان الائتماني وبالتالي صورة لبنان بالخارج. النقطة الثالثة هي سوء إدارة القطاع العام. يعني الدولة اللبنانية غنية وبتملك قطاعات حيوية وبتحتكر إدارتها، مثل الكهرباء، مثل الاتصالات، مثل النقل، مثل الطرقات، مثل المرافق،
ولكن شفنا لوين وصلت. يعني شوفي وضع الكهرباء، انهدر على قطاع الكهرباء 45 مليار دولار حسب أرقام وزارة المالية. نعم. وين نحن من الكهرباء؟ قطاع الاتصالات كان هو مصدر أساسي لخزينة الدولة، كان يدخل للخزينة مليار و200 مليون دولار سنويا، اليوم تحول إلى قطاع كهرباء آخر. يعني سوء إدارة القطاع العام، إدخال 32 ألف شخص إلى القطاع العام، معظمهم لأسباب سياسية، هذا كله تفاقم وأدى إلى تراجع الثقة تدريجيا، وأدى إلى تأجيل الإصلاحات. يعني بس يكون عندك ثلث فترة 8 سنوات ونص فقط الحكومات قادرة تشتغل وما أخذ القرارات إصلاحية، بالنتيجة هذا له ثمن على الاقتصاد. صحيح. والثمن واضح، يعني ب 2018 وصل حجم الاقتصاد اللبناني إلى 53-54 مليار دولار. لو النمو الاقتصادي من جراء إصلاحات بسيطة، ما عم نحكي إصلاحات جذرية أو بنيوية، ضل نسبة النمو بمعدل 3% سنويا، ما عم نحكي أكثر من هيك، وهيدا معدل ممكن يعني يحصلوا اقتصاد عم يشتغل بشكل مقبول. كان مفروض حجم الاقتصاد اللبناني يكون 75 مليار دولار بأول 2019، وهيدا كان أدى إلى تجنب جزء كبير من الأزمة الحالية. فعم تسألي على القطاع المصرفي، القطاع المصرفي منذ 25 سنة، يعني منذ نهاية الحرب الأهلية ولغاية بداية الأزمة الحالية، هو الوسيلة الوحيدة لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج من خلال الودائع. نحن معنا أسواق مالية متطورة، يعني البورصة غير فعالة، الشركات المملوكة عائليا والخاصة ما بتدرج أسهمها على بورصة بيروت، معنا سوق سندات للشركات، ما في مصارف استثماريه بالمعنى الفعلي يلي بنشوفه بالدول العربيه بدول الخليج او دول اوروبيه او امريكا الشماليه لتساعد على استقطاب رؤوس اموال لتمويل الشركات لتكمل عمل المصارف التجاريه. الاستثمارات الاجنبيه المباشره امامها عوائق كثيره، البيئه التشغيليه، المناخ الاستثماري. فالوسيله الوحيده كانت او شبه الوحيده لاستقطاب اموال الى لتمويل الاقتصاد اللبناني كان القطاع المصرفي، المصارف التجاريه. فيعني عاجلا ام اجلا هالعجله هيدي في ظل هذا المناخ السياسي والاستثماري والتشغيلي بده يتعطل. طيب، أقرت الزيادة على الرواتب في القطاعين العام والخاص، برأيك اليوم ما هو انعكاس هذه الزيادة على الأسعار والتضخم؟ أكيد نحن بوضع تضخم مرتفع. من بين 1997 و 2019 كان معدل التضخم بلبنان 3% سنويا. منذ بداية الأزمة لغاية أذار من السنة الحالية معدل التضخم التراكمي تخطى 3000%. نعم. من 2020 لأذار 2023. فأكيد يعني المواطن اللبناني يجب دعم قدراته الشرائية، ولكن اليوم يعني اللي عم نشوفه أنه عم تتخذ قرارات بدون دراستها بالعمق وبدون نشوف تأثيرها على القدرة الشرائية الفعلية للمواطن. يعني اولا طبع الاموال بالاول كان في اعتماد كلي على مصرف لبنان لهو يمول هالزيادات وهالقرارات، بعدين راحت الحكومه الى قرارات زياده الضرائب بجو انكماش. يعني نحن هيدي خامس سنه في جو انكماش اقتصادي، يعني ابسط قواعد الاقتصاد بتقول يجب تخفيض العبء الضريبي على القطاع الخاص مش زيادته، وعم نشوف 4 مرات زياده التعرفه الجمركيه تحت مسمى الدولار الجمركي، زيادة تعرفة الكهرباء حسب منصة صيرفة زائد 20%، وزيت الشيء لتعرفة الاتصالات. هذا شكل أعباء على القطاع الخاص وعلى المواطن، وما بعرف قد ايه ساعد لرفع القدرة الشرائية لهالعمال والموظفين. نبلش بالقطاع العام يلي يعني طالتهم الزودة أكثر شيء. ففي طرق أخرى أنا برأيي كان لمعالجة هالموضوع، واللي بكرر يعني أكيد هذا حق المواطن أنه يتحسن قدرته الشرائية بدون ضخ، يعني ضخ ليرات بكميات ضخمة بالسوق. يعني اليوم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بلغت بمنتصف أيار 74 ألف مليار ليرة. فينا مثلا في مصادر إيرادات للخزينة مهملة من قبل مش هالحكومة، الحكومات متعاقبة.
وهذا احد اسباب الازمه على فكره، مكافحه التهرب الضريبي والجمركي، تطبيق قوانين موجوده بتدخل ايرادات للدوله لا تطبق، مكافحه التهرب الجمركي، تحجيم حجم الاقتصاد الموازي. وانا اللي بالنسبه لي اسرع وسيله هي فرض ضريبه استثنائيه على كل من استفاد وخزن واحتكر وهرب السلع المستورده اللي كانت مدعومه. القرار اللي اتخذته الحكومه السابقه وهذا اللي كلف على الاقل 12 مليار دولار استنزاف لاحتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبيه. ف منها من ناحيه اخرى نحن بنعرف يعني اللي لازم تنزاد قدرته الشرائيه هو الموظف المنتج بالقطاع العام. يعني في كثير موظفين بالالاف منتجين وعندهم شغل ويجب ان يكونوا حاضرين، بس نعرف انه في للاسف يعني في ناس ما عندهم اشغال، فيجب ان يرافق هالزيادات بالقدره الشرائيه بدعم القدره الشرائيه وزياده الرتب وزياده الرواتب والمخصصات، لازم يرافق باعاده هيكل القطاع العام. وهيدي فرصه اليوم، الازمه هي فرصه لاعاده هيكله القطاع العام، لا هالوفر هيدا يروح الى من يستاهل هالشيء. في كثير في الاف من الناس بيشتغلوا وبدهم يشتغلوا، بس اليوم الوضع ما عم بيساعد. يعني الموظف يلي ما قادر بمعاشه يوصل الى شغله، كيف بدك تلوميه هالشخص هيدا؟ طيب هل يتجه لبنان اليوم نحو الدولرة الشاملة، وخاصة أننا نرى بأن كافة السلع التجارية اليوم في السوبر ماركت أصبحت تسعيرتها بالدولار، هل يتجه لبنان إلى دولرة شاملة؟ هلأ في فرق بين دولرة شاملة وبين تسعير بالدولار. اليوم حتى لو بتسعري أي سلعة بالدولار، اللي عم بيبيعها السلعة بعده عم بيقبل الليرة اللبنانية. يعني بعد الليرة اللبنانية هي وسيلة دفع رسمية ومقبولة، بغض النظر عن تقلبات سعر صرف الدولار ممكن بالسوق الموازي أو على منصة صيرفة. فأصلاً نحن كنا باقتصاد مدولر قبل الأزمة، يعني كانت نسبة الودائع بالقطاع المصرفي بالدولار مرتفعة، كانت 75% تقريباً قبل الأزمة، ونسبة القروض المصرفية بلغت 80%، بس هيدا كان بالقطاع المصرفي. بينما اليوم نحن اتجهنا إلى اقتصاد نقدي، والبنك الدولي مؤخرا حاول يعطي صورة عن الاقتصاد النقدي وحجمه، وقال إنه حجمه 10 مليارات دولار، يعني تقريبا أقل شوي من نصف حجم الاقتصاد اللبناني من الناتج المحلي. وطبعا اقتصاد نقدي مدولر، كيف يعني الاسعار كلها صارت بالدولار والتداول بيصير بالدولار، بس كمان بيصير بالليره اللبنانيه. هيدا موضوع يعني وصلنا له لانه في تلكؤ بتطبيق الاصلاحات، وفي تراجع بالثقه، وفي جمود بالعمل للمصارف التجاريه من 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 ناحيه جزء كبير من عملها. ف العودة إلى تخفيض حجم أولاً الدولرة بالاقتصاد، وثانياً الاقتصاد النقدي، بيبدأ بالإصلاحات يلي بتؤدي إلى استعادة الثقة تدريجياً لترجع الدولة الاقتصادية والتعاملات والدفع يصير من خلال الوسائل النقدية، يعني الشيكات، بطاقات الدفع، التحويل. تخفيف تدريجيا التعامل بالنقد. علينا ان لا ننسى ايضا بان يعني معاش الموظفين لا يزال في اللبناني، في الليره اللبنانيه. في كثير موظفين صحيح اليوم معاشهم جزء من معاشهم بالدولار الامريكي او معاشهم بالكامل، ولكن انا برايي الجزء الاكبر من العمال والموظفين بلبنان بعد دخلهم هو بالليره اللبنانيه بشكل او باخر. وبالرغم من الزيادات والعطاءات رفع الرواتب، المشكلة هي بلجم التضخم. يعني ما حدا عم بيقول أنا ما بدي أقبض بالليرة اللبنانية معاشي إذا بنقدر نضبط التضخم. وضبط التضخم، وهيدا موضوع كتير مهم، هو أهم من زيادة الرواتب. أصلا زيادة الرواتب بشكل عشوائي بيؤدي إلى ضخ كتلة نقدية بالسوق، وبيؤدي إلى زيادة التضخم، خصوصا في ظل يعني عدم القدرة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسعار على كافة الأراضي اللبنانية. ضبط التضخم بيصير بوسيلتين اليوم غير منا متاحة للسلطات اللبنانية بسبب تأخر بالموضوع الإصلاحي. أولا المصارف المركزية حول العالم، شفنا هيديك السنة بال2022 بسبب ارتفاع التضخم ببلدانهم
استخدمت أداة الفايدة نعم لجم التضخم، وشفنا أنه نجحوا بهالشيء إن كان بأمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية أو آسيا، وحتى البلدان يلي عملاتها مثبتة على الدولار مثل بلدان الخليج العربي اضطرت ترفع الفايدة عندها يعني بالتوازي مع رفع الفايدة بالولايات المتحدة. نحن اليوم هالأداة هيدي أداة الفايدة مانا موجودة مانا متاحة بسبب الأزمة اللي نحن فيها، ويجب يعني إعادة العمل الطبيعي بالاقتصاد والقطاع المصرفي يرجع يستقطب أموال لا يقدر المصرف المركزي لاحقا يستخدم هالفايدة للجم التضخم. الأداة الثانية هي من خلال النفقات العامة، يعني من خلال الموازنات، وشفنا موازنة 2022 أقرت بأيلول 2022 يعني ما كان لها أثر على الاقتصاد، وبعدنا بانتظار موازنة 2023. دكتور نسيب رح نتوقف هلأ مع فاصل وأكيد نرجع منكفي حديثنا. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، أهلا بكم. هل يتحمل اليوم القطاع المصرفي المسؤولية الكاملة عن الأزمة الاقتصادية التي يعني حصلت أو تحصل في لبنان، أم يجب تقاسمها إلى أو توزيع المسؤولية إلى ثلاثة: الدولة، مصرف لبنان أو المصارف؟ رح أقول لك رأي الشعب اللبناني على هالسؤال. نعم. في أحد المواقع الإخبارية المحترمة بلبنان عمل مسح على كل الأراضي اللبنانية بتموز 2020. نعم. يعني كان الأزمة تقريبا عمر السنة، وسأل هالمواطنين من هو المسؤول عن الأزمة. الجواب إجا 68% قالوا الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة، 21% قالوا المصرف المركزي، و11% قالوا المصارف التجارية. فأنا يعني أنا بوافق على رأيي، أنا مع الشعب اللبناني بهالرأي، ومثل ما قلت بأول الحلقة يعني بأنه المسؤولية توزع على الثلاثة، توزع على الثلاثة بهالنسب تقريبا. ومثل ما قلت بأول الحلقة يعني أسباب الأزمة منا تقنية، أسباب الأزمة العلاقة بحوكمة والإدارة الرشيدة وسوء استخدام السلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام. طيب من يحمي اليوم أموال المودعين برأيك؟ وهل صحيح يمكن استعادة أموال المودعين حتى ولو بعد حين؟ المودع لغاية اليوم بعد 3 سنوات ونص من اندلاع الأزمة لم يحصل على جواب مقنع على 3 أسئلة أساسية بتؤدي إلى إعادة الثقة تدريجيا إلى المودع وبالتالي إلى القطاع المصرفي. أول سؤال، شو مصير ودائع هؤلاء المودعين؟ ثاني سؤال، بأي طريقة بدون يستردوا ودائعهم؟ وثالث سؤال، بأي مهلة زمنية بدون يقدروا يستخدموا هذه الودائع؟ لغاية اليوم ما في جواب مقنع مفصل وعنده مصداقية لهالأسئلة الثلاثة. هلا في اقتراح من الحكومة الحالية، تقدم مشروع إعادة الانتظام المالي إلى القطاع المالي لدى مجلس النواب وما كان في أرقام، ورجعت الحكومة قدمت تفاصيل بالأرقام على مصير الودائع. هلا أنا برأيي معظم المودعين ما رح يوافقوا على طريقة الجواب على هالأسئلة يعني بهالاقتراح من الحكومة، بس ساعتها مجلس النواب واللجان المعنية هي بدها تناقش مضمون هالاقتراح. هذا اقتراح يعني من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وبيفصل الودائع شو مصيرها يلي تحولت، ما يسمى بودائع غير مؤهلة اللي تحولت إلى الدولار بعد 20 الأول 2019، في كتير جدل بهذا الموضوع، والودائع يلي فوق $1,000,000 و بيقول هذا المشروع انه كل واحد معه $100,000 بحسابه بده او اقل بدها ترجع له هالودائع، نصها باللبناني ونصها بالليره. يعني في هيدا اقتراحات، ما في شيء نهائي اليوم، بس اليوم المودع ما عنده اجوبه واضحه ومقنعه ونهائيه على هالثلاث اسئله. بس يوصل الجواب، وهيدا مسؤوليه الجميع يعطوا جواب للمودع على هالاسئله، ساعتها فينا نقول بدات تدريجيا وتكون الاجوبه مقنعه، يعني بدأت تدريجيا ترجع الثقة. بس اليوم المودع بانتظار هالأجوبة هيدي. طيب في شهر تموز المقبل تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، في ظل غياب التوافق بين الطبقة السياسية، هل نحن مقبلين اليوم على فراغ مزدوج؟ يعني نحن نعرف أنه نحن اليوم في
فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهذا تحصيل حاصل، وأيضا فراغ في موقع حاكمية مصر في لبنان. ما رأيك؟ رح جاوبك شوي بالسياسة. وقت اللي سئل وزير الخارجية السعودي عن تداعيات التقارب السعودي الإيراني على لبنان وموضوع الرئاسة بلبنان، كان جوابه أهم من التقارب السعودي الإيراني هو التقارب اللبناني اللبناني. فبس يكون في تقارب لبناني لبناني وحوار واتفاق، كل هالأسئلة هيدي أجوبتها بتصير بديهية. يعني نحن أولويتنا يجب أن تكون انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، هو التمني، يعني ما في يقول أكثر من تمني إنه يحصل هالشيء بأقرب وقت ممكن وقبل نهاية ولاية حاكم مصر في لبنان. هلا لنفترض وصلنا إلى نهاية ولاية حاكم مصر في لبنان وما صار في انتخاب رئيس جمهورية والحكومة ما قادرة تعين حاكم جديد، في نظام داخلي لحاكم مصر في لبنان بيقول إنه النائب الأول يستلم مؤقتا. ما هو دور نواب الحاكم اليوم؟ في 4 نواب لحاكم مصر في لبنان، كل واحد عنده مسؤوليات محددة داخل المصرف المركزي، بس النظام الداخلي بيقول إنه الحاكم الأول هو يستلم في حال لم يستطع الحاكم تأدية مسؤولياته وواجباته، وبهالحالة يعني بحالة نهاية الولاية أو بحالات أخرى مثل الاستقالة أو غيرها، يعني مفروض النائب الأول هو يكون في هذه السدة مؤقتا طبعا، يعني مثل ما شفنا بموضوع مدير عام الأمن العام، في إجا عند نهاية ولاية أو عند بلوغ سن التقاعد للمدير العام السابق إجا مدير مؤقت. يعني وللأسف الدولة عم تدار بهالطريقة اليوم لغاية إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية وتعيين شخص أصيل بكل الإدارات العامة اللي بحاجة إلى تعيين أشخاص مباشرة، يعني بدون ما يكون حدا عم يستلم المسؤوليات بالوكالة أو مؤقتا. هل أخفقت هيئة الرقابة اليوم بدورها على المصارف في القيام بدورها يعني الرقابي على العمل؟ بدك تسأليهم هيدا السؤال. يعني اليوم برجع بكرر، الأزمة هي أزمة ثقة تحولت إلى أزمة اقتصادية ونقدية ومصرفية. ما فيك تحصري الأزمة فقط بلجنة الرقابة على المصارف أو بالقطاع المصرفي لحاله، لأنه لا المصرف المركزي بكل أجهزته ولا المصارف التجارية عايشة على جزيرة بمعزل عن ما يحدث بالاقتصاد اللبناني، إن كان تطورات اقتصادية مالية أو تطورات سياسية وأمنية. القطاع المصرفي الحالي فقد ثقة المودعين، هل الترخيص لمصارف جديدة اليوم هو حل في القطاع المصرفي برأيك؟ قبل ترخيص لأي مصرف، إن كان مصرف رقمي يعني ما عنده فروع وما عنده مكاتب مثل المصارف الحالية، أو مصرف بالمعنى التقليدي، يجب معالجة موضوع الودائع والجواب على 3 أسئلة يلي طرحتهم يلي بيريحوا المودع. يجب على المودع أن يعرف مصير ودائعه بأي طريقة بده يسترجعها وبأي مهلة زمنية بيقدر يتصرف فيها قبل ما ندخل بموضوع المصارف الجديدة. بعدين في موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي يلي هو تأخر ويجب البدء فيه بأسرع وقت ممكن، ولكن من ضمن خطة إصلاحية شاملة، لأنه إذا صار في إعادة هيكلة للقطاع المصرفي فقط أو كل مكونات القطاع الخاص بلبنان ولم يعالج موضوع الحوكمة والإدارة الرشيدة واحترام المهل الدستورية وفصل السلطات واستقلالية القضاء وحسن إدارة القطاع العام، لن نستطيع استعادة الثقة. هل يمكن تطبيق الحوكمة في لبنان برأيك؟ ليش لا يمكن؟ تتطلب إرادة سياسية، تتطلب توافق، تتطلب توافق. بس جوابا على موضوع المصارف الجديدة، هذا موضوع سابق لأوينه اليوم، وبرجع بكرر للمرة الثالثة، يجب بالأول معالجة موضوع الودائع حاليا بالمصارف ليطمن المودع على مصير ودائعه وبدء إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولاحقا منشوف إذا الاقتصاد اللبناني يعني بيستوعب مصارف جديدة، لأنه بدنا نشوف عدد المصارف يلي رح تقدر تستمر بالاقتصاد وحاجات الاقتصاد المصرفية. يعني قبل الأزمة
وصل حجم الاقتصاد لل 53 54 مليار دولار، وكان في يعني عدد كبير من المصارف. اليوم في 46 مصرف تجاري، مجموعات مصارف تجاريه، وكان في حاجه لانه وقتها للاقتصاد لهالعدد من المصارف، يعني كانوا قادرين يشتغلوا بهالاقتصاد. اليوم بدك تشوفي الحركه الاقتصاديه بالمستقبل، حجم الاقتصاد، تدفقات رؤوس الاموال، الصادرات، الاستيراد، الانتاج، الاستهلاك، الطلب، هو اللي بيقرر حجم القطاع المصرفي وبالتالي عدد المصارف، ان كانت مصارف موجوده اليوم وستستمر او مصارف جديده. بس هذا موضوع سابق لاوانه قبل معالجه موضوع اولا الودائع بشكل واضح وشفاف ونهائي، وثانيا يعني إعادة هيكلة القطاع ونشوف عدد المصارف التي ستستمر في السوق اللبناني. شهدنا منذ فترة استقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، أي 94 ألف ليرة. برأيك اليوم ما هو سبب هذا الاستقرار؟ في عدة أسباب. نعم، ألا وهي؟ السبب الأساسي هو ضخ مصرف لبنان للدولارات بالسوق من خلال منصة صيرفة، بالرغم من كل الانتقادات لعمل منصة صيرفة، وسماح للمواطنين انه يشتروا دولارات من خلال منصة صيرفة لغاية مليار ليرة بالشهر، والمؤسسات لغاية 10 مليارات ليرة بالشهر. ثانيا، استطاعة موظفين القطاع العام، هن بعشرات الالاف بل بمئات الالاف، انه يسحبوا معاشهم شهريا بالدولار من المصارف من خلال منصة صيرفة. وثالثاً، الإجراءات يلي أخذتها الحكومة، هلأ هي مضرة بجوز بالاقتصاد، بس هيدي خفضت شوي من توتر من تقلبات سعر صرف الدولار، يلي هو الإجراءات يلي أدت إلى زيادة إيرادات الخزينة، إن كانت من خلال الدولار الجمركي أو الإجراءات الأخرى، تعرفة الكهرباء، تعرفة الاتصالات. بس المهم هون انه سعر صرف الدولار وقت اللي وصل لل 145 ألف او اليوم 95 ألف او وقت كان 50 ألف، هيدي أسعار اصطناعية. نحن عم نحكي عن سوق موازة، يعني سوق غير شفاف لا يخضع لأي رقابة، وبالتالي بيتحكم فيه المضاربين وتجار الأزمات والمستفيدين مستغلين المحطات السياسية والطلب من عبر الحدود. لذلك السعر الحقيقي لسعر صرف الدولار، وهيدا الكل يعني بيسأل هالسؤال، بيتقرر عند توحيد أسعار الصرف كلهم سوا، ويصير العرض والطلب بالسوق هو اللي بيقرر سعر الصرف الدولار. طب هل منصة صيرفة حققت الهدف المرجو منها؟ منصة صيرفة والتعميم يلي أصدرها مصرف لبنان منذ بداية الأزمة هي إجراءات مؤقتة وموضعية لغاية بدء العملية الإصلاحية. لا أحد يدعي أنه هي حل، ولا لا أحد يدعي أنه هي مكان الإصلاحات الجذرية، بس لأنه طولت الإصلاحات طولت هالتعميم، يعني بتشوف التعميم عم بيمدد العمل فيها دوريا، وبالتالي اليوم منصة صيرفة يعني الاتفاق او على الاقل الاتفاق الضمني انه سعر صرف الدولار على منصة صيرفة هو رح يكون السعر المرجعي مستقبلا عند توحيد اسعار الصرف. نعم. لغاية تصير العرض والطلب بالسوق يعني بسوق حر، يبطل فيه تعدد لأسعار الصرف، هو يقرر سعر صرف الدولار، ساعتها بنعرف السعر الحقيقي للدولار. إذا انتهى وقت الحلقة، نشكرك على وجودك. شكراً دكتور نسيم. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.